اللهم لك الحمد لك الشكر، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. يجلس عبد المجيد الشومي ورفيقه رداد محمد قائد لالتقاط هذه الصورة وانتظار من يقلهما إلى أقرب منطقة. هنا في صحارى الجوف يتركان ما جمعه خلال سنوات الغربة داخل سيارة أصبحت حطاما. قضى الاثنان سنوات من عمرهما في المملكة العربية السعودية وامتلك أحداهما سيارة حديثة أراد أن يظهر بها في مدينته حجة ويتنقل بها في الأماكن التي ينتمي إليها، وكان يسير راجلا فيها. لم يحدث كل ذلك، فقد انفجر لغم أرضي زرعه الحوثيون في طريق الجوف الصحراوي وأدى إلى تحطم الجزء الأمامي من السيارة. يعرف الحوثيون أن هذه المناطق هي طريق العائدين من الغربة الحالمين بالوصول إلى من ينتظرهم من الأهل، وقد أصبحت صحارى الجوف طريقا بديلا لعشرات المسافرين يوميا، لكن لا يصل جميعهم سالمين. وخلال السنوات الماضية فقد عدد من المغتربين أرواحهم بفعل الألغام وقطاع الطرق المنتشرين في مناطق عدة، وتعيق الكثبان الرملية حركة المسافرين الذين يبقون هناك لساعات طوال في انتظار من يساعدهم. إلا أن الخطر الذي لا نجاة منه هي الألغام التي زرعها الحوثيون.